طيب معسكر نادي الزمالك في الفترة اللي جاية اللي هيكون بقى ما بين الأمم أفريقيا والعودة مرة تانية للثلاث مباريات، هل معروف مكانه هيكون فين؟ حتى الآن المعسكر حائر سواء داخليا أو خارجيا، نادي الزمالك لم يستقر. لكن خليني أقول لك معلومة، نادي الزمالك عنده عرض اتقدم للإدارة عن طريق أحد أعضاء الجهاز الفني لإقامة معسكر في دولة هولندا أو دولة النمسا. رئيس نادي الزمالك يعني فضل ان هو ما يتمش مناقشه العرض ده دلوقتي، خلال ساعات هيكون في جلسه بين رئيس نادي الزمالك وبين الكابتن خالد جلال، هيتم مناقشه ملفات كتير منها ملف المعسكر واختيار الدوله اللي هتستضيف المعسكر استعدادا للمباراه المتبقيه في الموسم، وايضا ملف الصفقات، ملف الراحلين، ملف اللعيبه العائدين من الاعاره. بالنسبه للعيبه العائدين من الاعاره، شفنا او وفقا للمعلومات الوارده من نادي الزمالك تم الاستقرار على مصطفى محمد، ده اللعيب الوحيد حتى الان من ال 15 لعيب المعارين اللي مؤكد 1000000% انه موجود مع الفريق في الموسم الجديد. شيكابالا مجلس اداره نادي الزمالك كان اعلن قبل كده ان مشكلته انتهت وهيتم الابقاء عليه مع الفريق في الموسم الجديد ومش هيخرج اعاره. خليني اقول لك ان شيكابالا بنسبه 90% بره نادي الزمالك في السيزون الجديد، والاقرب ليه مع مصر المقص.